ولو اللي بيقول لك الجيش هو الحماس يا جماعه عشان تبقوا عارفين وانا بقولها واللي بيسجل يسجل الجيش مش بطوله منه انه يقف جنب الشعب ما هياش بطوله ده واجب وطني انت راجل عندك وطنيه فما تقدرش تضرب الشعب بتاعك مطلب من الجيش على الشعب النوت بقى ان احنا وقفنا سلسلة الثورة اللي نجح الثورة الثوار الشهداء اللي ماتت اللي احنا جينا اتمنعنا من الدخول اتمنعنا من الدخول على اساس معناش تصريح اسمعنا من اول منعونا البلطجية ضربوني دلوقتي على الباب برة قال لي ده سيدك ده رئيس جمهوريتك وهياخد براءة وهتشوف هياخد براءة اشرح لنا النهارده بس مشاهد العادي قانونا اللي مش فاهم الجلسه دي فيها ايه الجلسه دي ومحامين كتير بيتكلموا ايه اللي بيحصل بشكل بسيط للمشاهد اللي زي ما سيادتك شايفه والخلق كله شايفه ده مترتب له بادئ زيبت ان هم يروحوا يعملوا الفيلم بتاع المستشار السيد عمر في محكمه الاستئناف ويسمح لناس ويمنع ناس انتم كلكم شاهدتموني منذ اللحظه الاولى في محاكمه حبيبي العدل كنت اول مدعي مدني انا منعت النهارده لان يعلم اني انا لم اتواطا او لم اكل ولم امتنع عن الحضور جلسه النهارده اللي حصل شبه تمثيليه وهم مجهزين امنيا المتهمين مجهزين امنيا محطوطين سماعات في ودانهم على اساس كل الكاميرا بتيجي على المتهم حسني مبارك والمتهم علاء والمتهم جمال بيداروا من الكاميرا وبيميلوا على ابوهم يداروه وده امر ثابت عند نزول الكاميرا عليهم ده يؤكد انهم مجهزين امنيا وانا بقول ان التمثيليه بتاعت انه عيان الكل شايفه صحته باصح من أصح. وانا بقول الجلسه دي اللي بيحصل فيها ايه؟ الجلسه دي جلسه اجرائيه بتتوظف في البدايه علشان يشوف ان كان هيسلخ القضيه مره اخرى من القضيه هيسيبها منضمه زي ما هي هيستمر فيها هيسمع شهود هم مين وهيجيب مين يساله حتى تمهد القضيه للمراقبه القادمه ان شاء الله. المحامين بيطلبوا انا على ما انا سامع وكل سامع محامين المتهمين وبعد ما بيطلبوا طلبات شبه بيترفعوا ده مغالط ومنافي للقانون ومخالف للقانون واحد يقف يقول لك انا السيد الرئيس السابق ما حرضش ما عملش ولا فيش ويقول لك المتهم حبيبي العدلي السيد وزير الداخليه السابق ما اداش امر لحد بالضرب ما اداش رافع لا والمحكمه سايباه وفي الاول المحكمه تحفظت على محامي المدعين بالحق المدني اللي عايز تحبسه 24 ساعه يعني احنا النهارده عايزين نفهم مستشار احمد رفعت كانت القضيه كبيره عليه يسيبها ان كانت كبيره عليه يسيبها وبنقول اللي بيقول ان القضيه مش قضيه شعب مش قضيه راي عام لا شعب وراي عام ومش هنسكت عن حق القتلة الثوار وحق الشهداء مش هنسكت على القتله شكرا شايلينه منزلين قتل عمد عشان تبقى عقوبتها المؤبد واحنا عايزين نصمم نحط ماده الترصد فيها وهنضيفها ان شاء الله الواقعه اللي معروضه على المحكمه لا تملك اي محكمه كانت نقول بقى ده قاضي متواطئ قاضي متآمر لا يملك انه يدي فيها براءه لسبب طب هو حسني موت طب هو العدل موت زي البما بيقول زي البما بيقول المحامي بتاع المتهم الاول حبيب العدل ما اداش اوامر بالنار ما احنا كلنا معترفين بالكلام ده ان هو ما ضربش بالنار وما موتش انما النهارده المحرض على الفعل كالفاعل الاصلي وعقوبته عقوبه الفاعل الاصلي واذا قلنا عقوبه الفاعل الاصلي اللي مازال مستخبي ان الجبان اللي لو كان فاكر نفسه ان هو يقدر يحمي نفسه يطلع انا اللي قتلت ومش هيعملها هذا الندل الخسيس اللي موت شباب مصر وظهرت شباب مصر هذا الندل فاعل اصلي مجهول لا يمنع من محاكمة المحكوم بتهمة المجهول انه عرضه وعقوبته الاعدام يبقى عقوبة ده الاعدام. حضرتك قدمت طلب لدخول المرافعة؟ واترفض. قال لي اترفض، قال لي انت اسمك هناك ما تاخدش تصريح. اما جاي نخش النهارده قال لك المحامي المستشار رئيس المحكمة مدي تعليمات بعدم دخول غير اللي معاهم تصريح. المستشار ابراهيم البسيوني اول من ادعى بالحق المدني لشهداء ثوره مصر في قضيه حبيبي العدلي اللي بفضل الله استطعت ان احصل فيها على حكم 12 سنه سجن وسوف اوالي باذن الله المرافعه للثوار حتى ان شاء الله حسني مبارك والحبيب العدلي واعوانه ان شاء الله كلنا ورا الحق والعدل كلنا ورا الحق والعدل الله اكبر